بكم مشاهدينا. قد تتساءلون عن عنوان هذا العرض ومن يكون ذلك العاشق الذي يمكنه الاقتراب من الجمر. إنه ليس عاشق متيم وليس مجنون ليلى، إنه باختصار العود والبخور. نعم، هكذا يطلق عليه عاشق الجمر. هل فكرت يوما كيف يتم استخراج العود والبخور الذي تتعطر به؟ اليوم نضع بين أيديك مراحل هذه الصناعة من خلال هذا العرض. دعونا بداية نتعرف على شجرة العود. شجرة العود أو ما يطلق عليها إقولاريا أو الألوى بالعربية، شجرة دائمة الخضرة ومعمرة يصل ارتفاعها إلى 20 متر. ساق العود هي أسطوانية وملمس الشجرة رقيق جدا، سمكها لا يتجاوز 4 ملم. لون الخشب أبيض وخفيف ورقيق ودون رائحة. الخشب الأبيض هو دون رائحة، لكن معظم الأشجار تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من قارة آسيا، خصوصا في الأراضي الجبلية غير العالية والسفوح ذات التربة الرملية. الآن دعونا نتعرف كيف يمكن الحصول على خشب العود. في العادة نحصل على أجود أنواع خشب العود من الأشجار المعمرة التي يتراوح عمرها ما بين 70 إلى 150 سنة. يحتوي العود عادة على دهن وزيوت طيارة تكونت نتيجة لإصابة النباتات بأنواع من الفطريات. هذه الإصابة تحصل للشجرة وفق التسلسل الآتي: يتم جرح ساق النبات جرحا عميقا. عملية الجرح تتم بطريقتين، الأولى طريقة طبيعية عن طريق حفر الساق وتشكيل أنفاق فيه، ثم تزرع بقلب الساق نوع من أنواع الحشرات. الطريقة الأخرى هي ميكانيكية عبر إحداث جرح بآلة حادة، تقوم بعده الحشرات عن طريق تدمير بعض خلايا ساق النباتات وخصوصا الأنسجة المحتوية على المادة الغذائية، فتسيل بعد ذلك المادة الغذائية على جدار الأنفاق، وذلك بالتالي يهيئ إلى بيئة مناسبة لنمو وانتشار أنواع من الفطريات. نذكر بأن أفضل أنواع العود هي التي أصيبت بالفطريات منذ أكثر من 60 عاما. بداية استخراج هذا المكون النادر يتم بعملية الحصاد والتقطيع عبر قطع أشجار العود في موسم الشتاء وموسم الجفاف. يتم ذلك بانتزاعها من جذورها بواسطة خبراء متمرسين، وتقطع الشجرة والأجزاء المصابة. تتوالى بعد ذلك التفاصيل التقليدية، فيتم فصل الأجزاء المصابة عن الأجزاء غير المصابة، ثم تنظف الأجزاء المصابة عبر استخدام أيدي عاملة محترفة باستخدام الكثير من الأدوات، وتخليص العود من الأجزاء غير المصابة والأجزاء الغير الخشبية العالقة. هذه العملية المرحلة يجب أن تتم بتأني وصبر. بعد ذلك وبعد التنظيف تبدأ عملية التلميع، وذلك باستخدام ما يشبه المبرد غير الحاد، وتستخدم أيضا الأقمشة للحصول على قطع عود نظيفة ولامعة، وتحفظ النفايات لتستخدم بعد ذلك فيما يسمى بدهن العود. تأتي بعد ذلك عملية الفرز للعود المستخرج. يتم استخدام معيارين، معيار الوزن واللون. ينتج عن عملية الفرز تقسيم يأخذ الترتيب الآلي: خشب الدبل سوبر وهو قطع سوداء وثقيلة الوزن، وهي تعتبر من أفضل الأنواع خشب العود وأغلاها ثمنا. أجودها طبعا الأسود الصلب الذي يشبه الصخر، يتميز بكونه لا يطفو على الماء ولا يتقطر الدهن منه. ثم يمكن استخراج الخشب السوبر وهو أقل سوادا وأقل وزنا ومتوسطا وذو لون بني أكثر منه أسودا. ثم بعد ذلك ينتج عن عملية الفرز أيضا العود المعروف بالنوع العادي، وهو قطع الخشب المائلة للصفرة وأدناها تعتبر سعرا. أيضا هناك نوع آخر وهو يعتبر القطع الصغيرة الناتجة عن تكسر خشب العود، هي بالغالب تكون خليط من كل الدرجات من السوبر والدبل سوبر وحتى العادي، يطلق عليها الدقة، وعادة تتأرجح رائحتها ما بين الممتازة والعادية، وهذا في الغالب يجعلها يعني بعض الأحيان سعرها أغلى من الأنواع الأخرى. دعونا نلقي نظرة الآن من أين يمكن أن تنشأ أو يمكن استجلاب العود، بلد المنشأ وأيضا النكهات. نبدأ بالهند. الهند أيضا من الدول التي تمتاز بالعود. يمتاز البخور الهندي بالرائحة الحلوة والثقيل، ويعتبر أيضا من أندر وأغلى البخور.
كمبوديا هي الدولة الثانية التي نستخرج منها أيضا العود، قريب للهندي، ذو رائحة زكية ولونه أغمق من الهندي ووزنه أخف. بورما أيضا تنتج العود، أقدم البخور يعتبر العود البورمي كالعود الكمبودي، وهو غامق كثيرا وخفيف اللون. ننتقل إلى بنغلاديش. بنغلاديش أيضا يعتبر قليلة الإنتاج بالنسبة للبخور، لكن رائحة البخور البنغلاديش رائحة حادة، وهو يباع على أنه هندي. الكثير من الغش التجاري يحدث في العود في بنغلاديش. ماليزيا أيضا أكثر رواجا تعتبر، ويكون على شكل مساطر غامقة اللون وأيضا ثقيلة الوزن. نلقي نظرة أيضا على الصين. الصين العود الصيني يتميز بطعمه الحلو، وهذا يعني بأنه ذو نوعية غير جيدة. العود الجيد طعمه في العادة مر. لاوس أيضا من البلدان التي تنتج العود، لديهم نوع نادر جدا من العود، لا لون لدخانها ورائحته جدا رائعة. نلقي نظرة أيضا فيما يستخدم العود خارج منطقة الخليج. عادة في الخليج يستخدم للتعطر، يستخدمها اليابانيون لإحياء طقوسهم الدينية. الهند يستخدمون أخشاب العود لحرق جثث الشخصيات الهامة لديهم، والصينيون في القدم استخدموه لتعقيم غرف العمليات. هذه بعض الاستخدامات فيما يخص دهن العود والعود. نلقي أيضا نظرة مهمة جدا، إذا أردت أن تشتري عود كيف يمكن أن تميز ما بين العود الأصلي والعود المغشوش؟ بعض النقاط الهامة: وزن العود أثقل وكثافته أعلى من الخشب العادي. هناك من التجار من يحاولون أن يغشوا المشتري بأن يزيدوا العود ويحقنوه بالرصاص وأيضا يضيفوا إليه الطين. الجمر هو معيار أيضا مهم، إذ أنه مع حرق العود المغشوش يصدر منه دخان أسود اللون. العود الطيب عادة لديه دخان يميل إلى اللون الأزرق ورائحة أيضا طيبة. ما زالت هناك بعض النقاط التي يمكننا من خلالها المتابعة. العود له صوت معين يعرفه ذوي الخبرة عند طرقه على الزجاج. له طعم مر كما ذكرنا، الصين طعمه حلو. العود الطيب لا يدمع العين، وهذا المعيار هو الغالب، ويتمتع العود الطيب بلون غامق من الخارج وأيضا من الداخل. الآن دعونا نلقي نظرة أيضا كيف يمكن لطريقة حفظ العود في النهاية حتى يكسب الرائحة التي تريدونها والحفاظ. يحفظ عادة العود في خزائن وحقائب خاصة، لا يتم تعريضه للشمس أو الهواء حتى لا يفسد. وأخيرا، تختلف قوة رائحة العود تبعا للمكان الذي توجد فيه الشجرة، فإذا كانت مرتفعة تختلف هذه الرائحة، وإذا كانت على سفح الجبل تكون رائحته أيضا قوية. بهذا نأتي إلى ختام هذا العرض، ودامت أيامكم معطرة بالعود والبخور.